عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يوسف حبشي، بائع العصير في ساحة جامع لبنان اللي هي ساحة عالمية. الحمد لله نهضروا اليوم ماشي شوية على العصير في ساحة جامع لبنان. فعلا كاينين الناس، ماشي كلشي ولكن كاينين فين ما مشيتي كذا نقولوا كاين الناس اللي تخدم بالمعقول وتعطي المنتوج ديالها اللي هو فعلا حقيقي، وكاين اي مجال طبيعة الحال يغش الناس، ولكن الله تعالى تيقول من غشنا فليس منا. بالنسبه للعمر ديال الساحه العالميه، المنتجات اللي كنحصلوا عليها المنتجات ديال العصائر في ساحه جامع لبنان، يعني كاين كلشي، كاين الافوكا، كاين الليمون، كاين الباباي، كاين التفاح، كاين سكنجبير مع السيترون. الحمد لله الاقبال مع السياح راه الحمد لله مزيان، ان الناس تعجبهم العصير ديالنا تيمشيو ناشطين، وهذا هو اللي بغينا في هذه الساعه، ساعه جامع لبنان لا ضروري تكون الجودة ان شاء الله. مرحبا بكم. شوف الحمد لله كل نهار ورزقه، تبقى هي الصحة وتكون الأمور بخير وعلى خير وكل شيء كاين الحمد لله. أخير كلمة في الزوار ديالنا، مرحبا في الزوار ديالنا في أنحاء العالم في ساحة جامع لبنان، اللي كنعرفوا ان هي ساحة عالمية اللي تيجي لها العالم، وتنزيدو نعاودو نرحبو بالزوار ديالنا وتحية لكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هناء. كيف حالك؟ كيف جاك العصر؟ زوين ناضي. واش من عصر حكيتي؟ شي حاجة بالفريز وفي أناناس وشي حاجة أخرى ما عرفتش. الخيطو فريز وكلشي جميع أنواع العصر. بالنسبة كيروج في مواقع التواصل الاجتماعي بأن الناس ديال جامع لبنان كيديروا الماء مع الليمون، يعني ما كايناش الجودة. لا لا شي ما كيديروش فيه الماء. لا لا. يعني مزيان. زوينة مزيان ما بيه والو. شكرا.